ان شاء الله بيان سور، لانه تعرف الماتشات الكبار نتاع الشامبيونز ليغ هذوما يعني سي اوتوماتيكمون، معناها اللاعب يكون تركيز ويكون عالي، يكون يعني مركز 100% باش يحاول يقدم احسن ما عنده باش يكون في مستوى عالي. دونك متيقن ملاعبيتنا الكل تركيزهم 100% في المباراة، وإن شاء الله معناها نقوم بمباراة ممتازة اللي تخلو لنا نروح إن شاء الله بنتيجة إيجابية من هنا إن شاء الله. صحيح احنا فريق كبير، الأهلي كيف كيف فريق كبير، دونك ماتش تريز امبورطون سورتو في الديبي نتاع نتاع دوري المجموعات. ماتش الأول ديما هو المفتاح، عنده أهمية كبيرة برشا، معناها خصوصا سورتو على المستوى الذهني والمعنوي باش تنجم تكمل بقية المشوار بمعنويات مرتفعة إن شاء الله. إن شاء الله معناها عندنا ثقة في ولادنا الكل، ونكونوا نحن جاهزين كما يلزم ونلعبوا بالنيفو نتاعنا إن شاء الله. بإذن الله نتعداو ونجموا نفوزوا بالمباراة إن شاء الله. لا الأمبيونس الحمد لله، معناها ما فماش من خلال أنت تبدا متوج بالبطولة نتاع تونس، والإفكتيف الكل معناها فما سوليداريتي بينات الأولاد الكل، الناس الكل يعرفوا شنو الدور نتاعهم في الميدان وخارج الميدان، الأولاد الكل معناها يحبوا بعضهم، وهذه الحاجة اللي تتميزنا معناها في الجروب نتاعنا إن شاء الله. هذا الكل يترجم سور تيران، ونشوفوا معناها فريقنا في أحسن حالاته ونجم يقوم مباراة كبيرة. وكما قلت لك معناها الشيء اللي اون فان كونت نخافوا كان من رواحنا، معناها ما خوفناش الادفرسير، نحن اذا كان نكونوا في نهارنا ونكونوا بيان كونسونتري وبيان ابليكي بقدرة ربي نتعداو بالمباراة هذه ونجموا نفوزوا ان شاء الله.